استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصفرية معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة. ونقل معاليه إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأخلص تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرخاء والتقدم. ورحب صاحب الجلالة بوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة الشقيقة وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأصدق تمنياته للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الازدهار والتطور. وأعرب جلالته عن اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة على الصعد كافة منوها حفظه الله بأهمية هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك وخاصة في المجال القضائي. وأشاد جلالته بالجهود والمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وتطوير أسس التعاون الأخوي. ومن جهته أعرب معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى لما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتوثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة.